السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. اليوم احنا عندنا فيديو جديد حول الغناء والصوت وكيف تتعلم الغناء وكيف تتمرن مع الغناء. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، شرف إلي الكبير. لا تنسون الدورات الموسيقية الخاصة بالغناء وتعلم العود أونلاين، 8 محاضرات شهرياً. اللي حب يشترك موجود أسفل الفيديو رقم الواتساب، وأيضاً اللي في بغداد يريد يحب يتعلم نجي. عندك نقطتين مهمة في الغناء. أول شيء أنه يجب أن تتمرن عند أستاذ طبعاً أكاديمي، أو تتمرن عملية الصوت يعني استنشاق النفس. أول بداية اللي هي دو ري مي فا صلا سي دو دو سي لا صال فا مي ري دو. تكون عندك قوة بالتمرين، قوة بالنفس حتى تقدر تتمرن. إضافة تكون عندك طبعا الآلات هسه توفرت. شلون توفرت؟ راح تقول أنا ما أعرف أعزف. لا، أنت تعرف تعزف. شلون؟ بالموبايل عندك بيانو، فيصير عندك دو، بس قبل لا تأخذ نفس دو ري مي فا صول لا سي دا دا سي لا صول لا مي ري دو. شوف النفس القوي يخلق عندك غير قضية. هذا واحد، أن يكون عندك نفس تأخذ قبل الغناء دو ري مي فا صول لا مي ري دو. طبعا تمارين معاها متخصص يقعد وياك يتمرن ويعطيك تمارين تثبيت الطبقات، من ثم الانتقال الى مرحلة ثم كيف تعرف مقام وكيف تخالف. يعني مثلا يعطيك مقام العجم دو ري مي ري دو، نهاون دو ري مي ري دو، حجاز ري مي فا لا 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 هذا التمرين مفيد لك حتى الطبقات الصوتية. لازم تدخل، يعني هي القضية كلها انه يحتاجك مدرس لازم حتى يعلمك على الطبقات وتثبيت طبقات وخلي صوتك حلو، او ممكن يحتاج تمرين. يلا تمام، لذلك اتمنى لكم موفقين ان شاء الله، واتمنى هذا انه الفيديو اعطاكم عدة ملاحظات، وهناك تفاصيل اكثر موجودة عندي بنفس القناة بالقوائم موجودة عن الصوت والغناء كثير من التمارين. تحياتي لكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك على الأونلاين موجود أسفل الفيديو رقم الواتساب. من محاضرات شهرين، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.